مشكلة الكلاب الضالة مشكلة كبيرة هنا في منطقة الشويخ الصناعية، لتراها تسرح وتمرح دون أي رادع لها، وخاصة في الفترتين الصباحية والمسائية ما عدا منتصف النهار، حيث تكون هذه الكلاب في فترة استراحة. ويبدو أن القوارض التي اجتاحت منطقة الشويخ أبت إلا أن تستقبل زواراً كأنها لم تقدر على السكان، فاضطرت للجوء إلى الكلاب الضالة كي تسبب إزعاجاً للأهالي والعمال. الراي استطلع آراء العاملين والذين كانوا شهود عيان لحالات تم عضها والهجوم عليها. هلا يوميا الكلاب هون كتير، يعني في عدد كبير مو صغير، يعني الدوار من الدوار للدوار يعني حوالي 100 كلب موجودين هون، واللي طالع من المسجد بيكونوا نايمين يعني بتهجموا عليه، وصاروا اثنين متعرضين لعض من الكلاب. واحد هندي برضو جاولت امبارح زي قريتك، برضو كان معدي من المسجد راح يصلي، بعد ما طالع من المسجد راحت هب شاف رجله. بعدتي جاء ثاني واحد برضو زي قريتك، برضو كان راكن سيارته زي قريتك، من ما شايف هاشي وراحت برضو راحت عضها برضو. زي ما اخذت بالك واستنبهتي، ففي سير مشاكل اكثر من حصل من كام يوم. بنيه فلبينيه ماشيه ما عليها شيء، فهجموا عليها يمكن اثنين يدوب خلاص، يعني خلاص جينا بسرعه جريين من هنا على صراخ المية وصوتها صوت، جينا حشنا الكلاب عنها وخدناها بس صابت راحت على المستشفى. كبار ونساء وصغار معرضون ايضا للخطر بسبب هذه الكلاب، ومطالبات بضروره ردعها وكبح جماح خطورتها. خايف امشي انا لو انا جاي هون في كلب خفت منه الصراحه. والله انا مستغرب الصراحه من كثره الكلاب الضاله اللي موجوده حاليا، ما ادري هي تابعه كل مراقبتها من بلده الكويت ولا ما انا عارف الصراحه، يعني كثرتها يعني الصراحه الواحد يستغرب من عندها الصراحه، يعني ما ادري ليش، يعني ايش السبب هذا، وين اماكن تواجدها، وين اماكن كثرتها، لازم يكون في مراقبه عليها بالليل وبالنهار، يعني حتى مو بش وقت الصلاه تلاقي الواحد يخش على الصلاه تلاقي يعو عليه كذا، يعني حتى واحنا نصلي بالصلاه يعني، وكثير مو بس هنا بالمكان ده، حتى بالدوار الثاني عند الشويخ اخر الدوار الفحم ده يعني 20-30 كلب موجودين، يجوا والاطفال صغار وحريم عم يصلوا هني بالمسجد، يعني حتى يهربوا، حتى على الصلاة يهرب. منطقة الشويخ هذه إشي لا يصدق، يعني متخوفون؟ متخوفون طبعا، أكيد متخوفون. شويخي متروسة، تريلات، الجراجات الميكانيكية هني، المواد الغذائية كلها عند الأطفال، إحنا حتى المحلات ممكن أي كلب مثلا سبحان الله يكون مستمع يعض طفل، شو يصير فيه؟ ممكن كلاب بعضهم يعني ضالة، بعضهم مسعورة ما تعرف، يعني المفروض ان البلدية تشيلهم او تسوي لهم اي شغلة مثلا. نحن سلطنا الضوء على القضية بعد ان علت صرخات العمال واصحاب المحال في المنطقة، على امل ان تتحرك الجهات المسؤولة هذه المرة حفاظا على سلامتهم. ابتسام رمال، الراي.